إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نسأل الله. سامعني كويس؟ تمام يا دكتور. أوكي يلا بينا. يلا يا جماعه. طيب دلوقتي احنا هنكمل الاريو سايكلايتس النهارده. انتم شايفين كده هنعمل اريو سايكلايتس والاول تاسيولايتس، ولو في وقت هنعمل الكابيرنا ساينس فرومبوزس، ودول جزء من الريد اي. طيب وانا ان شاء الله هتلاقوني كده على يوم الاثنين بكره، اعمل لكم مفاجاه لطيفه جدا بعدين مش دلوقتي. ايه سامع الكوردات بقى الشكه؟ انت عرفت منين؟ ايه ده بجد؟ الكونجنكتيفا، الكونجنكتيفا اللي هي اصلا يعني المين بالك بتاع الريد اي. هعمل لكم ريكورد فيديو ليها اتفرجوا عليه عشان ننجز في الوقت، عشان انا عندي تارجت مهم جدا جدا عايزين نعمله من يوم السبت على طول. الريتنا، الريتنا دي ما ادراكم الريتنا، يعني هنقعد نعيش فيها شويه حلوين عشان افهمها لكم اصلا. طيب يلا بينا. يلا يا دكاتره. طيب دلوقتي احنا عندنا الاريديوسايكلايتس، اتفقنا التهاب الايريس والسيليري بادي، وحطينا الاسباب المره اللي فاتت لو تفتكروا قسمناها ازاي الاسباب انفكتيف ونون انفكتيف، مش كده؟ والنون انفكتيف قلنا منهم 50% من الاسباب اصلا ايديوباثيك، وكان في لستة اسباب كتيره اوتو اميون لو تفتكروا، مش كده؟ في ساركيدوزيس، كان في بحث، كان في بوكت كوناجي هرادا، كان في ارترايتس، مش كده؟ وبعدين اتكلمنا على السامبتومز والساينز المره اللي فاتت، وكان في كي ساينز كده، ساينز ما ينفعش ما تعرفهاش عن الاي سايكلايتس، قلنا يعني حاسمه منها كي بيز. فكان الكي بيز، الكي بيز دي كيراتيك بيرسبتيز اللي كانت عباره عن خلايا مناعيه بتبقى ديبوزيتد اون ذا باك اوف كوني. اتكلمنا على ساينز جوه الايكوس، ممكن تشوف جوه الايكوس اميون سيلز، ايكوس سيلز ممكن نشوف ايكوس فلير او اكسل اللي احنا سميناها بلازمايد ايكوس، وممكن لو الايكوس مليان بروتينز بزياده مش هيبقى الاكسل اتعاين جوه الايكوس ده، هيتجمع ويتكتل ويعمل ليفل في قاع الانتيري تشيمبر اسمه هاي بوبيوم، فاكرين؟ وانا ممكن بعض الحالات النادره الفيسلز في الايريس من كتر ما هي مليانه دم كونجستد يعني ممكن ترابشر تعمل هاي فيما، مش كده؟ وقلنا كمان سطح الايريس الملامح بتاعته هتختفي تماما، حاجه اسمها مادي ايريس، مش كده؟ وقلنا فاكرين البيبل كانت عامله ازاي؟ البيبل كانت بتبقى صغيره جدا، دي اسمها ايه؟ مايوزيس، مش كده؟ طيب اذا دي العلامات المهمه قوي. النهارده هنروح على ايتم فيري امبورتنت اسمه كومبليكيشنز، مضاعفات الايريدو سايكلايتس. من اوائل المضاعفات او الكومن كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل حاجه اسمها كومبليكيتد كاتراكس. ولو رجعتوا النهارده لشابتر اللينس هتلاقوا لما اتكلمنا على الكاتراكس قلنا كان اربع انواع، كان في كونجينيتال او بيدياتريك كاتراكت، كويس كده؟ كان في ايه كمان؟ الكلام ده ايوه سايكلايتس نفس الكلام. هو انت هتلاقي بس اصل الكتاب عندنا ايه؟ يعني كتب الانفستيجيشنز، كتب الدياجنوز قبل الكومبليكيشنز، قلب كده قلب تاني كمل كمل استمر. اوكي طيب اذا فالفكره كلها هو طبعا لما تيجي يعني ساينتفكلي كده لما تيجي تتكلم على الموضوع يو هاف انك انت تفينش الاول كلينيكال بيكتشر. وكلينيكال بيكتشر كام ايتم يا جماعه اصلا؟ اي كلينيكال بيكتشر في اي برانش كلينيكال في حياتك تعدي عليه لازم تفولفيل سيمبتومز ساينز كومبليكيشنز، ولو وجد حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس. وبعد ما تخلص الكلينيكال بيكتشر تبدا تفكر في الانفستيجيشنز. ما ينفعش احط لك انفستيجيشنز قبل ما اتكلم على الكومبليكيشنز بتاعتي. اذا ده ساينتفك يعني برزنتيشن لاي موضوع كلينيكال يعني. طيب المهم اذا كومبليكيتد لما اتفقنا على الكاتراكت قلنا كان في كام نوع؟ كان في كونجنتال او بيدياتريك، كان في سينايك، وكان في تروماتيك، وكان في كومبليكيتد. وحتى لما كتب الاسم كتب الاسباب اللي ممكن تعمل كومبليكيتد كاتراكت ما اتكلمش غير على ثلاث اسباب بس. كان منهم الايريدوسايكلايتس على فكره او اليوفيايتس. وكان سبب تاني كورتيزون
وسائل ثالث دايابيتس. ما تكلمش عن ثلاث اسباب دول بس لان هم ذا كومنست تو كوز كومبليكيتد كاترك. فاذا من ساعتها واحنا عارفين الايريتس ماي بي كومبليكيتد ويز كاترك. طيب اذا كومبليكيتد كاترك طبعا الفكره فين؟ طالما انا عندي ايريتس يبقى في انفلاماتوري ميديتورز وتوكسينز بتنزل جوه الايكو صح؟ فممكن تديفيوز جوه اللينس وبالتالي تكسر البروتينز اوف ذا لينس وتعمل لي كاترك. كومبليكيشن بقى اللي عايزك تفهمه كويس قوي النهارده وده اهم جزء في درس النهارده الساينيكيا. يعني ايه كلمه ساينيكيا فورميشن؟ يعني ادهيجنز يعني فايبروتيك ادهيجنز التصاقات. ما هو طالما الايريس انفلمد يبقى بينزل اكسلت والاكسلت ده مليان فايبرين والفايبرين ده بيتحول لايه؟ فايبروزس فممكن يبدا يلزق. طيب اسالكم بقى لان الايريس ده ليه سطحين سطح امامي قدامه مين هنا؟ مين قدام السطح الامامي؟ كورنيا. ومين وراه؟ لينز. بصوا الاناتومي رسمه واضحه جدا ورايا شايفين الكورنيا بعيد قد ايه عن الايريس؟ لكن خدت بالك الايريس ساند على اللينس بس التلامس ما بين الايريس واللينس فين بالظبط؟ التلامس فين؟ في كل مكان الايريس لامس اللينس ولا في السنتر بس؟ خدتوا بالكم بريفرال في سبيس ازاي؟ لان سطح اللينس كونفكس. فاذا ايه رايك لما يكون الايريس انفليمد يعني بينزل اكشن يعني بينزل فايبرين او احدى الكومبوننتس ثاني وفي اكشن ماده الفايبرين والفايبرين يتحول لايه؟ فايبروزس. فيبدا الايريس يلتصق يعني يلزق. طيب هنا بقى لو الايريس هيلزق الاسهل يلزق في الكورنيا ولا يلزق في اللينس؟ لما يكون عندك سطحين عايز تلزقهم في بعض الماده لاصقه كل ما كانوا لامسين بعض كل ما الالتصاق حصل ان نو تايم لكن كل ما كانوا بعيد عن بعض مستحيل. فعشان كده لو انا بفكر بالترتيب المنطقي للاشياء يعني الايريس لو او هيلزق اول ما هيلتصق هيلتصق بمين ورا؟ ده بسميه posterior synechia يعني اي مين التصاق الايريس مع اللينس في اي مكان تحديدا عند البيوبل. يعني تعالوا ادي ايريس اهو ده الشكل المجسم بقى ونشوف صور مع بعض وساند على مين ورا؟ اللينس. واللينس شكلها السطح الامامي عامل زي كف ايدي كده. فاذا التلامس ما بين الايريس اللي عامل زي الورقه واللينس اللي عامله زي كف ايدي فين؟ زي ما انتم شايفين عند البيوبل. وكل ما اروح بريفر اللينس تبعد. بس ايه رايك؟ هعمل لك كده. نعم؟ لان سطح اللينس كونفكس. بصي تلامس فين؟ هتلاقيك ايدي والورقه بيبعدوا زي بريفرلي لكن في النص لامسين بعض تماما. اهو حتى الرسمه باينه. طيب بص معايا بقى هنفترض الورقه دي هو الايريس والفتحه اللي في الوسط دي هي البيبل والسبوره هي اللينس. حلو كده؟ ايه رايك؟ تفتكروا بما ان في فايبرين هيتحول لفايبروزس فالايريس يبدا يلزق في اللينس هل كل مره يعني كل البيبلري بوردر كل مره واحده هيلزق؟ لا طبعا ممكن النقطه دي تلزق النقطه دي تلزق النقطه دي تلزق. ايه ده؟ دي اسمها ايه دي؟ يعني localized points of adhesions. اذا اول مراحل السينيكيا البوستيريور حاجه اسمها localized posterior سينيكيا. هعرف منين ان انا عندي certain points ملزقين وبقيه البيوبيلاري بوردر فري؟ حط يا اخي قطر التوسيع هتلاقي البيوبل بتوسع في كل حته الا مكان الايه؟ يعني البيوبل توسع كده. حطوا لكم المنظر ساعتها اعرف ان في بوينتس ملزقه دي اسمها لوكالايز بوسير السانيكيا والبيوبل دي بنديها وصف ادبي تشبيه ادبي قررنا نشبهها بالماليا فيستون دي بيوبل. فيستون دي يعني عامله زي الورده. يلا نشوف صوره على طول عشان الموضوع يتحسم تماما. ممكن تشغل هذا شويه دكتور؟ ممكن تشغل هذا شويه دكتور؟ مش هحتاج اروح اشاور على الصوره انا هفتحها لكم اتفرجوا عليها مع نفسكم بقى. خدوا وقتكم اتفرجوا براحتكم. الناس الاونلاين شافتها طبعا هنا مستنيين بس اللمبه تسخن شويه. اظن مفيش احلى من كده صوره في الدنيا. ده انت لما يجي لك بني ادم زي كده حط له قطر التوسيع تقدر تعد كمان عنده كام بوينت اوف ادهيجن مش كده؟ عنده كام بوينت البيشن ده؟ اربعه بوينتس اهو الناس اللي معايا في السنتر قالوا اربعه على طول. تعالوا يلا نشاور ونعد مش كده؟ ادي بوينت اهي
شايفين واقف عليها بالليزر، ادي بوينت ثانيه تمام، ادي بوينت ثالثه، ودي الرابعه. خدتوا بالكم البيبل ان بتوين بتوسع ازاي؟ ده معناه ان البيبل اللي بودة في الحته دي فري ولا لا؟ فري مش ملزق. طب اسالكم سؤال بقى، مش انتوا عارفين كويس ان الايكوس بيعدي من ورا لقدام من خلال البيبل؟ كده يعرف يعدي ولا ما يعرفش يعدي؟ يعرف، لان معظم البيبولاري بوردر فري مش ملزق، ده الالتصاق بس فين؟ في اربعه بوينتس بس. فاذا هو هيعدي ان بتوين الايكوس هيعرف يعدي كويس قوي من الانتيريور تشامبر للانتيريور تشامبر، وبالتالي هنا يبقى فيه جلوكوما؟ ابدا، نو جلوكوما لغايه هذه المرحله. اذا عندي اول ستيج اسمها ايه؟ لوكالايز بوستيريور ساينيكيا، والبيبول بتاخد شكل اسمه ايه؟ فيستون دي بيبول. موافقين؟ حلو الكلام. نور النور يا دكتوره بعد اذنك. ماذا لو بقى البيشنت ما اتعالجش؟ ايه رايكم؟ يلا نكمل. السيرتن بوينتس اوف ادهيجنز دي كانت ملزقه بس، ودي ملزقه مثلا 3 او 4 بوينتس. لو العين ما بتعالجش الايريس هيفضل يبقى انفليمد، يعني هيبدا ينزل اكسلت، والاكسلت يتحول من فايبرين لفايبروزس، وتبدا بوينتس اكتر بوينتس اكتر لغايه لما افصل في يوم من الايام. خدتوا بالكم انا بعمل ايه بالماركر؟ دي بسميها ايه بقى؟ رينج ساينيكيا. لما تسمع كلمه رينج ساينيكيا معناها ان البيبولاري بوردر اول اراوند لزق في اللانس. وايه رايك بقى؟ لما البيبولاري بوردر اول اراوند يلزق الايكوس ما يعرفش يعدي من الخلف للامام، ده معناه انه اتحبس فين الايكوس؟ السيلياري بادي عمال يصنع ايكوس والايكوس مش عارف يعدي، عمال يتجمع ورا الايرس، عمال يتجمع ورا الايرس، وكل ما الايكوس يتجمع ورا الايرس الضغط ورا الايرس يزيد ولا لا؟ فبص الاقي الايرس راح عامل المنظر ده، بصوا الخط المستقيم ده اللي هو الايرس هيعمل كده. اذا خدتوا بالكم عمل بومبي ازاي؟ ده تقوس امامي، يعني اذا الوضع بقى كده. وايه رايك لما الايرس عمل بومبي كده؟ يبقى كده لمس الكورنيا ولا لا؟ وطالما لمس الكورنيا شويه الايكوس اللي كانوا اوريدي عدوا، شو كان في شويه ايكوس اكيد عدوا قبل ما البيبل تلزق، هيعرفوا يخرجوا ولا مش هيعرفوا يخرجوا؟ كده الانجل اتقفلت كلوز انجل، كده ضغط العين يعلى ولا لا؟ اه طبعا. ضغط ورا الايريس يزيد ولا لا؟ فبص الاقي الايريس راح عامل المنظر ده، بصوا الخط المستقيم ده اللي هو الايريس هيعمل كده. اذا خدتوا بالكم عمل بومبي ازاي؟ ده تقوس امامي، يعني اذا الوضع بقى كده. وايه رايك لما الايريس عمل بومبي كده؟ يبقى كده لمس الكورنيا ولا لا؟ وطالما لمس الكورنيا شويه الايكوس اللي كانوا اوريدي عدوا، شو كان في شويه ايكوس اكيد عدوا قبل ما البيبل تلزق، هيعرفوا يخرجوا ولا مش هيعرفوا يخرجوا؟ كده الانجل اتقفلت كلوز انجل، كده ضغط العين يعلى ولا لا؟ اه طبعا. ضغط العين عالي ورا الايرس وقدام الايرس، يعني اذا دخلنا في جلوكوما نوعها ايه زي ما الدكتور قال؟ كلوز انجل جلوكوما. اذا بترتيب المنطقي للاشياء اول مرحله من مراحل البوستير السانيكي، البوستير السانيكي اي مين اديشنز ما بين مين ومين؟ ايرس اند لانس. اول مرحله اسمها لوكالايز بوستير السانيكي، وهنا البيبل ساعتها بتاخد شكل ايه؟ فيستون دي بيبل. لو العيان ما بيتعالجش مظبوط او ما اتعالجش اصلا هيوصل في يوم من الايام لمرحله اسمها رينج ساينيكيا. بالمناسبه ليها اسم تاني عشان لو لعبنا بالالفاظ في الام سي كيو او ترو او فولس ما تتخضش. الاسم البديل لكلمه رينج ساينيكيا كلمه اسمها سوكلوزيو بيوبيلي. اذا تسمع من هنا ورايح كلمه سوكلوزيو بيوبيلي تعرف ان انا اقصد مين؟ رينج ساينيكيا. وهنا لما يحصل رينج ساينيكيا البيبيلاري اريا هتبقى بلوكد اتسدد، عشان كده يحصل ايريس بومبي ولا لا؟ ده معناه ان الايكوس هيتحبس ورا الايريس فيزق الايريس للامام. واخد رايكم بقى، هو الايريس لما اتزق للامام وعمل بومبي كده لمس الكورنيا ولا لا؟ بما انه لمس، في فرق ما بين تلامس والتصاق، بما انه لمس الكورنيا كده الايكوس مش هيعرف يخرج، بس الايريس بقى عنده فرصه هايله دلوقتي ان ممكن يلزق كمان في الكورنيا ولا لا؟ لما السطحين يقربوا من بعض ممكن يلتصق ولا لا؟ ايه ده يعني؟ بعد شويه وقت لو العين ما بتعالجش التلامس ممكن يقلب الالتصاق، بس المره دي الالتصاق ما بين الايريس ومين؟ واللي قدامه الكورنيا. فاذا السانيكه دي اسميها ايه ساعتها لو حصلت؟ انتيريور. اسميها بيريفرال لانها ما بين الروت اوف ايريس واطراف الكورنيا، بيريفرال انتيريور سانيكيا. اذا ما بعد حدوث الايريس بومبي ده بينهانس بيشجع يعني حدوث اديشنز ما بين مين ومين؟ ما بين الايريس والكورنيا، حاجه بسميها باس، ده الاختصار المعترف به. باس يعني بريفرال بي فور بريفرال اي فور انتيريور اس فور ايه؟ ساينيكيا. وده هيخلي الجلوكوما
تبقى مؤكدة أكتر، لأن طالما الموضوع مش مجرد تلامس بقى التصاق كده، الزاوية اتقفلت والدرس شامل بقى زي ما بيقولوا بالبلد يعني. فإذا هي ترتيب أحداث منطقي جدا لو أنت فاهم الأدهيجنز. بلاش أدهيجن يا أخي، صمغ يا أخي، ما أنا قلت لك عشان صمغ يلزق سطحين في بعض لازم يكون لامسين بعض. عشان كده بنقول الترتيب المنطقي للأشياء لازم يحصل مين الأول؟ تصوير السند. تبدأ الأول localized then ring. يعني ايه رينج؟ يعني البيبلري بوردر اول اراوند لازق في اللينز. هنا اللحظه دي الايكوس اتجمع واتحبس ورا الايرس، فيزق الايرس للامام فيحصل ايرس ايه؟ بومبين. هنا الايرس هيلمس الكونيا، فكده ممكن يلزق ذا نمبر 2 ستاب، يحصل بريفرال انتيرير ايه؟ سالي. اذا واضح ان الايريتس بما فيها من فكره اكسوديشن مال العين، هنا الايرس هيبدا يلتصق بقى في اللي وراه دين في اللي قدامه اللي هو مين؟ الكونيا. ايه رايكم لو عايز احط من ضمن الكومبليكيشنز جلوكوما؟ نقدر نعدد كذا ميكانيزم بقى، كذا ميكانيزم، وده سؤال مهم جدا. ده بيجي سؤال ام سي كيو متكرر، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك يا دكتور all of the following is a mechanism for occurrence of glaucoma in a uveitic او patient having iris except، ويقعد يحط لك حاجات صح واحده غلط في النص. تعالوا نشوف بقى عندي كام ميكانيزم، وقولوا لي موافقين ولا لا الايريتس ماي كوز جلوكوما بيها. اسمع سؤالك الاول قبل ما ابدا. انت ايه رايك الاديشنز بتحصل بسرعه ولا محتاجه وقت؟ محتاجه وقت، ما فيش ما يمنع ان الاكيوتي يطول. يعني احنا بنحط الاحتمالات، هو فكره ان الاكيوت طول يبقى ده كومبليكيشن في حد ذاته يعني. مين قال لك ان لما بيجي لي انا دكتور دايما علاجي بيجيب نتيجه؟ ما انا ممكن اكون شخصت غلط الاول، او اديت الدوز مش كامله زي ما هنعرف. العيان كان ريزيستنت تو تريتمنت، فاذا مش كل العيانين لازم عشان جالي يبقى خف خلاص. ممكن نفرق داتا شويه دكتور عشان نقول برضه في اي رسم سو سوري. يلا طيب العيان بقى يجي له الجلوكوما. ايوه يا محمد اتفضل. هو لما بحط المايدرات لما بتتحط في البوستيريور ساينيك ايه اللي بيحصل؟ هنعرف حالا، احنا رايحين للتريتمنت. طيب محمد ما تقلقش هنعرف حالا. مش انت بتتكلم على السايكلوبلاجيك ليه بنحطه وبيعمل ايه؟ هنعرف. طيب بص يا جماعه، اولا مع بدايات الايرايتس، سي انا اول يوم او ثاني يوم يحصل لي ايرايتس النهارده، لسه الموضوع بادي عندي. مش لما بيحصل ايرايتس الايكوس بيتملي اكسريت، يعني بيبقى اسمه بلازمايت، يعني مليان مولكيولز حجمها كبير. المولكيولز دي ممكن تعمل كلوجينج اب للسبيس اوف فونتانا. يعني ايه كلمه كلوجينج اب؟ كلمه كلوجينج اب دي الكلمه اللي في اللانجوج معناها بتسد. كلوجينج اب، كلوجينج اب يعني سدينا السبيس اوف فونتانا. اذا ده اللي اسمه بلازمويد ايكوس. يبقى اول ميكانيزم ممكن اليوفيايتس او الايرايس تعمل بيها جلوكوما هي نظريه البلازمويد ايكوس. اصلا عشان اعالج مكان فيه انفلاميشن، اقوى انتي انفلاماتوري يتعرف في تاريخ الطب مين؟ كورتيزون. احنا نعرف دلوقتي نمبر 1 لاين ستيب الكورتيزون ستيرويدز. ايه رايك؟ مش في بعض الناس سميهم ستيرويد ريسبونسر، يعني عندهم جينيتك بريديسبوزيشن ياخدوا كورتيزون من هنا ضغط عينهم يعلى. فاذا قد يكون سبب الجلوكوما مش الايرايتس وانما علاج الايرايتس. شفت ازاي؟ اذا الكورتيزون ينفع؟ الستيرويد تريتمنت اللي انا هكتبها ممكن اصلا ترفع ضغط العين. طب لو خدت بالك بقى ليت، خدت بالك كلامك اهو، ليت يعني لونج ستاند، يعني بقالك كرونيك، يعني الموضوع طول. الايريس ممكن تعمل جلوكوما ازاي؟ رينج سانيك بما يتبعها من حدوث ايريس ايه؟ بومبي. وبعدين الموضوع يبقى اسوء لو حصل بريفرال ايه كمان؟ امسيروس سانيك. اذا فكره السانيكيا بس محتاجه وقت، عشان كده بنقول دي ميكانيزم بتحصل ليت رينج سانيكيا بريفرال انتيروس سانيك. بص اخر حاجه اسمها ايه بقى؟ سمعتوا عنها معايا نيوفاسكولار جلوكوما. فاكرين نيوفاسكولار جلوكوما دي؟ حد فاكر كان بدايه النيوفاسكولار جلوكوما كان لازم يحصل ايه؟ اسكيميا فين؟ ريتنا. هايلين والله، ريتنا الاسكيميا. ولما ريتنا تبقى اسكيميا كانت بتطلع ماده اسمها فازو جينيك، يعني بتصنع ايه الماده دي؟ نيو فاسلز. وريتنا لما كانت بتطلع الماده الفازو جينيك كانت متخيله انها هتعمل ايه؟ هتري فاسكولايز ايت سيلف. فاذا النيو فاسلز اللي اتكونت اصلا اتكونت الاول على سطح مين؟ الريتنا. بس اتفقنا ان الماده الفازوجينيك عندها القدره انها تديفيوز وتوصل للايرس، فتعمل لي نيو فيسلز على سطح الايرس. هتقول لي الله ثانيه واحده، هو ايه علاقه ده بقى؟ انت بتقول ريتنا الاسكيميا، انت بتتكلم دلوقتي على بني ادم عنده ايريدو ايه؟ سايكلايتس. هنا حصل تضارب في الاقوال.
في ناس قالوا فكرة ان الايريتس اصلا بتعمل جلوكوما بكل الميكانيزمز دي، والضغط العالي بيدوس على كل مكان في العين انكلودينج على مين؟ على الريتنال فيسلز. فلما الضغط يعلى ويدوس على الريتنال فيسلز يبقى بلس بلا راح الريتنا ايه؟ قال يبقى الريتنا هتعاني من ايه؟ من اسكيميا. فتبدا الريتنا تلعب القصه بتاعتها فنوصل للنيوفاسكولار جلوكوما. يعني اذا بصوره غير مباشره اليوفيتس عملت ريتنال اسكيميا، وعشان كده دخلنا في الدايلما بتاع النيوفاسكولار ايه؟ جلوكوما. في ناس قالوا لا لا دي ميكانيزم تانية خالص، قال لك الكرونيك انفلاميشن اللي موجود في الايريس هو اللي خلى الفيسل تتحور وتعمل ابنورمال نيوفاسس، ولو ان دي سير ضعيفه جدا. المهم ان احدى الميكانيزمز بليز اللي عايزه تعرفها اللي ممكن يحصل بيها جلوكوما في مريض عنده ايريتس، بس دي محتاجه فيري لونج ستاندنج ايريتس يعني فيري كرونيك ستيج، ها، ان يحصل حاجه اسمها نيوفاسكولار جلوكوما. اذا دول الخمس طرق اللي ممكن يحصل بيهم يوفيتيك جلوكوما. ايه الخمس طرق؟ ايكوس مليان بروتينز، وده بيبقى بدري قوي، بلازمويد اكيوت يعني ايرلي. طيب ستيرويد انديوس، وده برضه يبقى ايرلي لان بيدي كورتيزون من اول لحظه بتشوف فيها البيشنت. حاجات محتاجه عشان تحصل وقت طويل، ساينيكيا يا اما رينج يعني بوستيريور ساينيكيا او بريفرال انتيريور ايه ساينيكيا، واخيرا حاجه اسمها ايه. اذا دول الخمس طرق اللي عايزك تحفظهم كويس قوي، عشان لو جالك انيوميت، جالك ترو فولس، جالك ام سي كيو، تبقى عارف ان كل دول طرق ابليكابل يعني كان اوكر طرق ميكانيزمز يحصل بيها جلوكوما بني ادم عنده ايريتس. ايكوس مليان بروتينز، وده بيبقى بدري قوي، بلازمويد اكيوت يعني ايرلي. طيب ستيرويد انديوس، وده برضه يبقى ايرلي لان بيدي كورتيزون من اول لحظه بتشوف فيها البيشنت. حاجات محتاجه عشان تحصل وقت طويل، ساينيكيا يا اما رينج يعني بوستيريور ساينيكيا او بريفرال انتيريور ايه ساينيكيا، واخيرا حاجه اسمها ايه. اذا دول الخمس طرق اللي عايزك تحفظهم كويس قوي، عشان لو جالك انيوميت، جالك ترو فولس، جالك ام سي كيو، تبقى عارف ان كل دول طرق ابليكابل يعني كان اوكر طرق ميكانيزمز يحصل بيها جلوكوما بني ادم عنده ايريتس. طيب يلا بينا نشوف ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها. الحقيقه عندنا كتاب الاسم ده معلومه مهمه جدا، very appreciated فعلا مننا كلنا، يعني احنا فعلا مقدرين فعلا المعلومه دي ذهب. في دكاتره للاسف تروح لها والشخص عندك ايريتس وعارف لسته اسباب الايريتس، فيروح خطط كده ورقه فيها كل الانفستيجيشنز عشان يستبعد واحد واحد من الاسباب. ده غلط، ده علميا غلط فادح. ليه بقى؟ احنا ما بنحتاجش نعمل كل الانفستيجيشنز اللي ورايا دي. امال انت دورك ايه؟ قاعد في عيادتك بتعمل ايه؟ دايما كده عندنا، انا يعني ربنا وتعلمنا ان الدكتور اللي بيكتب تحاليل كتير قوي او بيكتب علاج كتير قوي ده دكتور ما شخصش وضايع يعني ضعيف، لان ده بيحلق عارف انت نظريه يعني. يقول لك هدي له انتي بايوتكس لعله يكون انفكشن، وادي له انتي فايرال لعله يكون فايرال انفكشن، وادي له كورتيزون لعله يكون انفلاماتو، وادي له نانستيرويد عشان اريحه من الوجع، وادي له فيتامينز عشان يشد حلو شويه، اللي هو كل حاجه في اي حته، ها، زي ما بيعملوا دلوقتي في الكورونا عمالين يلوشوا انتي بايوتكس على زنك على مش عارف ايه، ولا حد فاهم حاجه، ولا حد فاهم حاجه اكشن، وهو ربنا ومناعتك وخلاص، لكن لا حد عارف او كل شويه يدخلوا حاجه بروتوكول ويطلعوها تاني، بس معذورين لان دي حاجه جديده محدش فاهم فيها حاجه. لكن لما تكون حاجه زي الايريس وتلاقي دكتور مطلع عيان عنده بلست قد كده من انفستيجيشن، ده دجال على طول، ده مش دكتور. ليه بقى؟ نسبه كبيره من العيانين اصلا 50% مالهم ايديوباثيك، فانت بتكلفه فلوس وتضيع وقته عليه. هتقولي طب ما هو يمكن يكون من ال 50% بعيد، ما هو ال 50% بعيد اسباب انت عارفها ولا لا؟ ينفع توصل لمعظم الاسباب دي بالكلينيكال اكزامينيشن. يعني ايه هيستوري؟ كلينيكال اكزامينيشن يعني هيستوري، يعني سامبتومز كومبلينت مع شويه تاريخ مرضي العيان مع فحص. ايه رايك جالك بيشنت مين ومصري وسالته عشان انت فاهم على اورا الالسرز، قال لك اه، يبقى ده ايه؟ داكسس، ما خلاص خلصنا. واحد داخل لك عنده حتت في جلده اصلا لونها ابيض، ما ده فيتيلايجو، يبقى ده فوكتو كيناجي ولا لا؟ ست جايه لك او راجل داخل لك عامل كده، ده انت لوزنج سبونديولايتس خلاص، يعني انت مستني ايه تاني؟ ما انت فاهم شغلك بقى، طفل صغير كل ما تيجي داخل بيعيط، ماله اصله؟ كوعه وركبته واجعينه، ما ده جيفينايل ايديوباثيك، مش كده؟ يعني معظم الاسباب سيادتك لو كان اليست تطلعها غالبا من الفحص والتاريخ المرضي بتاع البيشن. يبقى انت ليه محتاس وليه تخلي العيان يعمل كل التحاليل؟ انا جالي بيشنت سال انت بتكحكح؟ اه.
احيانا بتضيع في دم. طب انت تعرف ان عندك سل؟ اه عندي سل. خلاص ده بتاع التي بي. يعني انت ليه مستني انك تعمل شيست اكس راي ولا تيوبر كلين تيست عشان تعرف ان تي بي؟ ما هو مريض السل غالبا حارس. اللهم بقى الا اذا كان البيشنت ما ساعدكش، يعني ما ادكش حاجه واضحه في الهيست، هو ده بقى الانديكيتور. وهنا طبعا برضه لازم يكون عندك الحس بقى، يعني تتوقع اسباب وتستبعد اسباب عشان لما تطلب تحاليل ما تطلبش لكل الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده. عشان كده بنقول ايه بقى، ده سؤال ام سي كيو مهم قوي. Extensive lab work up is not required. ليه not required extensive lab؟ عشان many cases idiopathic، وعشان the rest of cases suspected ايه clinically. فاذا سيرتك ما عندكش سبب يخليك تطلب تلوش تطلب كل اللابس المطلوبه في حاله زي كده، وعشان the rest of cases suspected ايه clinically. فاذا سيرتك ما عندكش سبب يخليك تطلب تلوش تطلب كل اللابس المطلوبه في حاله زي كده. ايه بقى اللابس؟ والله لو انت في الاخر العيان بتاعك اداك positive history لحاجه معينه نفسك تتاكد من الحاجه دي اطلب ده بس. يعني patient قال لي oral ulcer genital ulcers، اروح باعت كده المعمل الكلينيكال باثولوجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي immunological study، يعني يدور على حاجه اسمها انتي نيوكلير انتي باديز، يدور على نوع بتاع المعمل ده مش انا بتاع الكلينيكال باثولوجي يسحب له عين دم يدور على نوع الهاله. ولو جه قال لي البني ادم ده اتش ال اي بي 5 خلاص انا اتاكدت احلف انه بهزت. واحد تاني طلبت له نفس التحليل طلع اتش ال اي دي ار 4 يبقى ده فوكتكو اناجي هرادا. التالت طلع بي 27 ده بتاع الارترايتس بالمناسبه. فاذا انا شكيت بس خلاص من الهيستوري نفسي اتاكد عشان يبقى في حاجه دوكيومنت تحت ايدي اطلب التحليل ده بس اللي انت شكيت فيه مش كله بقى. بني ادم تاني قال لي لا بكحكح يا دكتور. طيب بالكح دم لا ما خدتش بالي. طب الموضوع ما طب بص احسن عشان نطمن طالما انت قلت لي فيه هيستوري في كف اعمل لي شيست اكس راي او تيوبر كلين تيست. التيوبر كلين تيست اسمه ايه؟ دي اسم تاني بيوريفايد بروتين دريفيتيف. بيوريفايد ايه؟ بروتين دريفيتيف او الاسم التاني بتاع التيست ايه؟ تيوبر كلين تيست. اذا لو شاكك في تي بي اعمل كده. بيشنت انت شاكك يكون سبب الايريس اللي عنده سيفلس اطلب له لو سمحت فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري في دي سيفلس. اطلب له لو سمحت فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري في دي ار ال معروفه جدا. اي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز في مجموعه تحاليل كده للسيكشوالي ترانسميتد ديزيز اسمها على بعضيها كده فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري. لو انا شاكك في اللايم فاكرين اللايم مين اللايم ده؟ ده بتاع القراب بتاع تيكس اللي بتنوع. فاذا اطلب حاجه اسمها اسال البني ادم انت بربي عندك قطط وكلاب؟ اه طب مؤخرا عرفت عندهم قراب. يا دكتور بتعالجوا من القراب يا فرحتي بيك. طب اعمل لي انت بقى كمان حاجه اسمها لايم انتي بادي تيت. لايم ايه؟ انتي بادي تيت. لو لقيته عالي يبقى ده اللي سبب الايركس اللي عنده لايم ديزيز. فاذا شفت ازاي الهيستوري ساعدني. فلما طلبت التحليل طلبت حاجه واحده انا شكيت فيها مش في كلهم. طيب لو انا شكيت في ساركيدوزيس فاكرين ساركيدوزيس؟ اخليه يعمل شيست ايه؟ اكس راي. ويا ريت بقى تبقى عارف التحليل ده كمان الجرانيلوما. هو ساركيدوزيس فاكرين كان فاريس اورجنز انفلتريتد باي جرانيلوماز. الجرانيلوماز دي بتسكريت حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم بهبل. فلو انا لقيت الايس مستواه عالي في الدم يعني اطلب تحليل دم كده اطلب ها تشيكينج فور ليفل اوف انجيوتنسين كونفرتنج انزايم. لو لقيته عالي والله ده ساركيدوزيس. اذا الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم ليفل لو عالي البيشنت بتاعي على طول ساركودات يعني عنده ساركيدوزيس. طيب لو شاكك ان السبب فايرال انفكشن سيمبلكس هيربس سيمبلكس او زوستر او توكسوبلازما ببعت كده المعمل كلينيكال باثولوجي اقول له اعمل لي كل الانفكشن ورك اب اللي تعرفه. يعني شوف بقى كومبلمنت فيكسيشن تيست للتوكسو اللي دور على الانكلوجن باديز حالات اللي انا شاكك في فايرال انفكشن بنسميها كده على بعضيها انفكتشوس ورك اب التحاليل يعني بتاع الانفكشنز. طبعا البني ادمين طبعا كتاب الاسم كده بحاجه لطيفه برضه عشان تعرف البني ادمين اللي عندهم ايو سايكلايتس لو عملت لهم السي ار بي هتلاقيها فور وي. سي ار بي ده سي ري اكتيف بروتين طبعا سامعين عنه عشان الكورونا.
ده مش بتاع كورونا يا جماعه. سي ار بي ده لو انت عندك انفلاميشن في اي مكان في جسمك هيبقى عالي على الاطلاق، فهنا هتلاقيه عالي. فاذا اللي عنده سي ار بي عالي ده مش دايجنوستيك خالص ان انت عندك كورونا مثلا، انت عندك انفلاميشن، قد يكون كورونا او قد يكون غيره. الاي اس ار نفس الكلام. مين الاي اس ار؟ السوسايد سيجمنتيشن ريت، سرعه الترسيب. لو لقيتها عاليه يبقى انت عندك انفكشن في جسمك، لكن مش بالضروره يكون حاجه اسمها كورونا يعني. فاذا اي اس ار سي رياكتيف بروتين دي حاجات كده لو طلبتها انت عشان تعرف اذا كان في انفلاميشن ولا لا، وده برده مش محتاج تطلبه لانك عندك علامات الايريس باينه في عينه، شايف الايكو ستاربد وشايف كي بي. فانت بتطلب الكلام ده ليه؟ هو اكيد هيطلع عالي يعني، حاجه اسمها كورونا يعني. فاذا اي اس ار سي رياكتيف بروتين دي حاجات كده لو طلبتها انت عشان تعرف اذا كان في انفلاميشن ولا لا، وده برده مش محتاج تطلبه لانك عندك علامات الايريس باينه في عينه، شايف الايكو ستاربد وشايف كي بي. فانت بتطلب الكلام ده ليه؟ هو اكيد هيطلع عالي يعني. إذن دي حاجات زيادة ملاش قيمة. لكن أنا كاتب لك كل مرض تي بي بعمله يا جماعة، purified protein derivative أو tuberculin، syphilis، venereal disease research laboratory، Lyme antibody test، sarcoidosis، يا chest X-ray يا ACE level. لو شاكك في بحث دكتور كناجي هرادة أرترايت أطلب إيه؟ immunological studies في صورة نوع ال HLA human leukocytic antigen which type، اي نوع هو الموجود. لو قال لي B positive B5 positive يبقى بحسب، ده دي R4 positive يبقى فقط كناجي هرادة، B27 positive يبقى ده اي arthritis. طيب اذا دي مجموعة التحاليل. طبعا الافضل ما تطلبهاش، ما تطلبهاش كلها، اتفقنا؟ بنطلب على حسب انا شاكك في مين according to clinical examination. طبعا عشان بس برضو ندي لكل طبيب حقه، في بعض الاطباء معذورين، البيشنت رايح ضل ما بيفكرش، تساله عشان يساعدك يحطك في حته معينه، هو مش عارف نيجاتيف هيستوري في كل حد، خلاص انت مضطر بقى تطلب له اكتر من حاجه اكوردنج للفيجن بتاعك، وهنا ساعتها هتضطر تطلب كتير لان هو مش بيساعدك. لكن لو البيشنت مركز واداك باستر هيستوري لحاجات معينه تسال عليها، ساعتها تطلب تحليل اللي انت شاكك فيه. بس العلاج ايه؟ طبعا نمبر 1 تريتمنت ستيرويدز، هم دوايين، هم اساس علاج الايزوسايكلاتس، الستيرويدز والسايكلوبلاجيك. لازم تفرق مين فيهم تكتبه الاول في روشته، بس لازم الاثنين. خد رايكم عشان تعرفوا الكورتيزون ليه احنا بنحبه قوي رغم ان هو طالع عليه يعني كلام زفت. احنا ياما دخلنا عيانين في عائلتنا، عيان يقعد قدامي كده يقول لي ابدا امسك القلم هكتب له بالعلاج. ثواني يا دكتور، لو ناوي تكتب كورتيزون بلاش لو سمحت يا عم، تيجي تقعد مكاني احسن، مش هعرفك انت مالك انت، ده حاجه غريبه قوي. بس هو معذور، هو ليه السمعه السيئه دايما بتعوم يعني، حتى انتوا لما تدخلوا امتحان تجاوب كويس وتبقى امتحان سهل بالنسبه لك ما تتكلمش، يقول لك جاري على سمعتك بقى وتاتش وود ومش عارف ايه والكلام ده. لكن لو الامتحان وحش هتلاقي الدفعه كلها بتصرخ، تلاقي مصر كلها عارفه ان الامتحان وحش. فهي دايما السمعه السيئه ايه بتعوم. عشان كده حتى عندنا في الطب جمله شهيره يقول لك نو نيوز جود نيوز، يعني لو العيان ما طلعش كلمك تاني او رجع لك تاني يبقى غالبا بقى كويس. هو هيرجع لك ويقرفك ويلاقيك امتى؟ لما يتنيل على عينك. فاذا ايه الفكره في كده؟ الكورتيزون سمعته سيئه لان ليه اعراض جانبيه طبعا، بس الاعراض الجانبيه دي من اساءه استخدامه مش عشان هو وحش. تعالى كده فكر معايا بعقلك يا اخي، انت نفسك في حاله زي اللي عنده يوفيايتس ده او ايرايتس ده، نفسك تعمل له ايه؟ نفسك الانفلاميشن يقل صح؟ ما هو عنده انفلاميشن. ونفسك الاكسوديشن يقل صح؟ ونفسك الفايبرين، ما هو في اكسود اوريدي، شويه اكسود نزلوا قبل ما يجي لك العيان، الاكسود ده مليان فايبرين، فنفسك الفايبرين ده اللي نزل ما يتحولش لايه؟ يعني ما يحصلش سانيكيا. ونفسك كمان تعالج السبب اللي عمل لي ايريس، اللي هو فيه كميه من الاسباب كتير قوي كانت اوتو ايه؟ يعني الجهاز المناعي قرر يهجم على الايريس ويضرب. فانت نفسك تدي دواء انتي انفلاماتوري، نفسك تدي دواء انتي اكسيدنت، نفسك تدي دواء انتي فايبروبلاستيك يعني انهبيتد فايبرس تشو ادهيشنز او فورميشن، نفسك تدي دواء انتي اميون او انتي الرجيك. تخيل بقى لما الكورتيزون يقول لك شبيك لبيك، كل اللي نفسك فيه انا هعمله، انا هعمل لك الاربعه انتي، انا هعمل لك انتي انفلاماتوري. لا لا لا، مش اي انتي انفلاماتوري، ده اقوى انتي انفلاماتوري تعرف في تاريخ الطب. بيشتغل بطريقه يونيك، بيستابلايز
اللايزوزوم الممبرين، يعني بينهبت اصلا الريليز اوف ميدييتورز، يعني بيمنع ظهور السيتوكينز والليكوترينز والبروستاجل اساسا، لانه بيمنع الريليز بتاعهم. فتخيل انتي انفلاماتوري مرعب قوي جدا. طيب ايه كمان؟ انتي اكسوديت، لانه بيقلل الفاسكولار بريميابيليتي، يعني هيقلل لك الاكسوديشن النازل من هنا ورايح. كمان معروف قوي ان كورتيزون انتي فايبروبلاستيك، ده احنا بنكبني دي في حالات الهونز عشان بيديلي الهيلينج، لانه انتي فايبروبلاستيك محترم. وطبعا معروف ان الكورتيزون بيقلل المناعه. طب ما انا في اسباب اصلا نفسي هد المناعه، لان لو المناعه قلت الالتهاب هيقل، زي الباسل، زي الوقت كوناجي هراده، زي السركيدوزيس، زي الارثرايتس. ايه ده؟ يعني الكورتيزون هيعمل لك اربعه انتي: انتي انفلاماتوري، انتي اكسوديت، انتي فايبروبلاستيك، انتي اميون. فاحلى من كده هتلاقي فين؟ زي مين بقى الكورتيزونات؟ احنا بنحب اللي دي طبعا توبيكال، طالما الالتهاب في الجزء الامامي للعين القطرات هتوصل بكونسنتريشن عالي جدا، قطرات ومراهم، اي دروبس واي اويل. من اقوى الكورتيزونات عندنا ديكساميثازون فوسفيت، وده تركيزه 0.1%. في نوع تاني محترم جدا اسمه بريدنيزيلون اسيتيت، وده تركيزه 1%. بالمناسبه احنا بنبدا نختار واحد من دول، عارفين بنعمل ايه؟ بنبدا بلودنج دوز. يلا يا عم، على حسب السيفيريتي كل ساعه، واحتمال كده اشوف اللي قدامي حالته احسن شويه يبقى كل ساعتين، احتمال احسن شويه كل 3 ساعات. المهم واضح انه اول يومين ثلاثه بياخد كام جرعه؟ لا هبل، لا هبل. لو كل ساعه وهيصحى 18 ساعه في اليوم وينام 6 ساعات، يعني 18 نقطه قطره ومرهم قبل ما ينام لمده يومين ثلاثه ويرجع لك، لقيته بيتحسن، حلو، ابدا امشي على مينتنس 4 مرات في اليوم، قطره ومرهم قبل النوم. اذا قللتها ذن اوعى بليز تنسى بقى قاعدة ذهبية مهمة في الكورتيزون، لازم تسحبه تدريجيا، اوعى توقفه مرة واحدة. لو وقفته مرة واحدة هيحصل ريباوند انفلاميشن اعنت من الاتاك نفسها اللي كانت موجودة. فزي كلمة جراديوال تيبرينج ده مهم جدا، بسحبه على مدار 4 اسابيع. ليه بقى؟ لان انا بعد يومين ثلاثة بعد ما اتحسن مشيت على كم مرة في اليوم؟ 4 مرات في اليوم، فاكتبها له كده في روشيت، 4 مرات يوميا لمده اسبوع، ثم 3 مرات يوميا لمده اسبوع، ثم 2 مرات يوميا لمده اسبوع، ثم 1 مرة يوميا لمده اسبوع. وانا شخصيا بعمل ايه بقى؟ ثم 1 يوم بعد يوم، يعني يحط النهارده بكره لا، مره بعده يحط نقطه، بعده لا، يعني بعد كده يوقف. يعني انا بوقفه على مدار 5 اسابيع، لكن لو وقفته على مدار 4 اسابيع شغال. المهم تسحبه ايه؟ عارفين بنسميها ايه دي؟ شوف الكلمه قد ايه معبره؟ احنا بنعمل كده ويننج للايرس فروم كورتيزون. عارف يعني ايه ويننج؟ بنفطم الايرس من الكورتيزون، يعني متعود عليه، فبنسحبه بس بالراحه عشان ما يحصلش ريباوند انفلاميشن. اذا الاساس توبيكال، توبيكال يعني اي دروبس واي ايه؟ اويل. مهم تعرف اسامي لانها موجوده في الكتاب، ديكساميثازون فوسفيت، بريدنيزيلون اسيتيت. الدوز لودينج في الاول، لكن اوعى تنسى كلمه ايه؟ جراديوال تيبرينج. along كام اسبوع؟ 4 اسابيع على الاقل. هل هناك اذر اولترنتيف؟ كام اسبوع؟ 4 اسابيع على الاقل. هل هناك اذر اولترنتيفز؟ اه طبعا. في عيانين يا جماعه ما بيعرفوش يحطوا قطرات. يعني بيحط القطره في كل حته الا عينه. في ناس عندها انا على فكره انا واحد من الناس عند دكتور عيون، بس الريفلكس عندي عالي قوي. لو انا شايف القطره هتلمس عيني غصب عني بقى في العلاج، ده ريفلكس اصلا. مالهاش علاقه بقى انت دكتور ولا مش دكتور، مالهاش علاقه انت متعلم ولا مش متعلم. انا واحد من الناس عشان اطمن العيان بتاعي هيخف، وعلى فكره مش ضمير وحرص زياده، بس ده سمعتك يا اخي بالاخر. ما انت ممكن تكتب علاج صح والعيان ما يحطوش فما يخفش، العيان مش هيبقى فاهم ان هو ما خفش عشان هو وحش او حط العلاج غلط، هيفتكر علاجك انت وحش، هيروح لحد تاني يطلع اذكى منك فياخد اللقطه، ويبقى انت ضايع وهو بالنسبه للعيان شاطر. بالنسبه للعيان واهله ورحمه، لو العيان جالك وثق فيك هيجيب لك قرايبه واصحابه وجيرانه، انت اسمك هيعلى. انا بعلم العيان يحط القطره ازاي. لما تيجي تحط اي دروبس، انا اكيد قلت لكم دي قبل كده ولا لا؟ عاده لما بتيجي تشوف حد بيحط اي دروبس غالبا قليل قوي بيعرف يحط لنفسه، لازم حد يحطها له. تحسه فيلم كوميدي، تلاقي
اللي بيحط لك قطع يقول لك ما راسك لورا ما راسك لورا كمان كمان استنى هتقع بقى تعالوا ما راسك لورا بقى اهو خلاص بقى وشه للسقف يروح ماسك له جفن الفوقاني كده يروح عامله تحتاني كده شدله ده طب استنى استنى اهو هنزله فوقاني كده طب استنى بقى اهو الله حلو كده مين يجيب لي القطره بقى هل حد يا يروح ساعد واحد منهم راح طب استنى فهمت انا لا فهمت استنى بقى بص اهو بركبته جايب جفنه تحتاني يا عم في ايه يا عم ده لو بياخد حقن عضل مش هيقرفك جدا وفي الاخر ما يحطش القطعه ها والعيان من كتر ما هو زهق يحط له النقطه تيجي على وشه جت يقول اه جت جت خلصني بقى وروحني يعني زهقت يا اخي بص انا اتعلم نحط القطعه ده انا بعمله مع البيشنس دلوقتي اصلا مش لازم يميل راسه لورا خالص خليه وشه كده عادي افتح الدرج حط القطره سيب الدرج خلص الموضوع فين الدرج خدها ودخل بيه على مين شد الجفن التحتاني لبره حط القطره في اللور فورنكس سيب الجفن هياخد القطره ويدخل بيها على مين وهنا انت كسبت حاجتين اولا ما جبتش جنب جفن الفوقاني خالص وما ميلتش راسه لورا الحاجه الثانيه العيان وانت بتحط القطره مش شايف القطره فين اللي بيخليك تعمل كده انك بتبقى شايف اي حاجه هتخبط عينك حتى لو عارف انها قطره غصب عنك لكن لو انت مش شايف مش هتعمل السكويزنج ده فهيبقى هو مش عارف القطره هتنزل امتى فمش هيشد جفنه منك فهيسيبك لغايه لما النقطه تنزل تروح انت شايف الجفن ياخد القطره يدخل بيها جوه في ناس بعلمهم بيعرفوا يعملوا الكلام ده بعد كده لكن في ناس بعد ما اشرح لهم الكلام برضه ما يعرفش يحط القطره فالعلاج اللي انا كتبته ما يجيبش نتيجه فاذا اعمل انا ايه بقى طالما كتبت له عليه وحسيته ما بيحطش القطره صح وبالتالي ما بيتحسنش اروح مديله حقنه كده ممبرين ده اسمه كونجنكتيف ها بالبر كونجنكتيف اجيب سرنجه انسولين واحط عليها الكورتيزون بتاعي واروح حاقن الكورتيزون سب كونجنكتيف فعارفين مين هنا بقى تحت الكونجنكتيف ماشي كده يروح خرم العين داخل السيليري بدي مين الارتر اللي ماشي هنا ده انتيرير سيليري ارتريس فاكرينهم الاثنين دول بلاست ابلاي لمين للسيليري بدي والايز فلما احقن القطره بتاعتي الماده بتاعتي اللي انا عايز اديها كقطره احقنها تحت الكونجنكتيفا يبقى انا كده وصلت كونسنتريشن محترم للسيليري بادي والايرس وفي نفس الوقت اللي انا حطيته ده هيفضل محبوس تحت الكونجنكتيفا مش هيروح في حته القطره برده عارف بعد ما احطها صح جزء منها بينزل على خدي غصب عني فاللي بيوصل جوه العين اقل فاذا لو بيشنت عنده فور كومبلاينس مش عارف يحط القطره كويس ممكن تلجا لحل انك تدي له حقنه حتى يجي لك مره النهارده مره بكره مره بعده ثلاث اول ثلاث ايام تدي له حقنه بحيث انها ايه تكفر اليوم كله تحت الكونجنكتيفس والسب كونجنكتيفال انجكشن اوف ستيرويدز احيانا نلجا لحل ثاني اسمه بيري اوكلر عارفين يعني ايه بيري اوكلر اروح داخل اشد الجبنه التحتاني كده واروح داخل بسن ابره الانسولين ما بين الجفن والفلور اوف اوربت يعني كده العين اهي اروح داخل كده خدت بالك سن الابره فين سن الابره وصل لغايه هنا ده اللي دخلت تحت العين اشمعنى بنلجا لحل البيري اوكيلر ده يعني بابيرس اللور فورنكس مش هو تحت هنا في اللور فورنكس بابيرس الفورنكس واخد اطول مسافه اقدر عليها بسن ابره الانسولين امتى اعمل ده لو كان الانفلاميشن مش بس ايريس والسيلياري بادي ده وصل لبدايه الكورايد يعني البوستيريور شويه عشان الاطرف او اسف الاستيرويد يوصل تو posterior segment اذا periocular لو انا عندي element of choroiditis يعني الانفلاميشن بتاعي مش بس سيليري بادي ده بدايه الكورويد كمان فلما ادخل بحقنه هنا ورا قوي يبقى وصلت ان انا النتيجه بتاعتي هتوصل لغايه الكورويد طيب هل بحتاج سيستميك دي معلومه مهمه ده سؤال ام سي كيو بقى ركزوا في الكلمه دي rarely systemic steroids indicated في حالات الانتيرير يوفيايتس يعني حالات الايريدو ايه سايكلايز نادرا لان الاطرات بتوصل بتركيز محترم جدا فليه اعرضه للسايد افكتس بتاع سيستميك ايه كورتيزون اذا اوعى اذا لو جالك في الامتحان في ترو فولس يقول لك سيستميك ستيرويد از يوزوالي انديكيتد في حالات الايريدو سايكلايز غلط روتينلي انديكيتد غلط ريرلي نيدد صح اذا السيستميك ريرلي اخرك تدي ايه تاني قطره ومرهم ده اسمه ايه القطره ومرهم توبيكال احتمال ممكن سب كونجنكتيف لو العيان ما عرفش يحط القطره كويس احتمال امتى بيري اوكلر لو الانفلاميشن اكستندد بوستيريرلي سيستميك ريرلي نيدد في الحالات بتاع الايريدو ايه سايكلايز ركزوا في الكلمه دي ريرلي سيستميك ستيرويدز انديكيتد
في حالات الانتيرير يوفيايتس، يعني حالات الايريدو ايه سايكلايتس نادرا، لان الاثرات بتوصل بتركيز محترم جدا. فليه اعرضه للسايد افكتس بتاع سيستميك ايه كورتيزون؟ اذا اوعى اذا لو جالك في الامتحان في ترو فولس يقول لك سيستميك ستيرويد از يوزوالي انديكيتد في حالات الايريدو سايكلايتس، غلط. روتينلي انديكيتد، غلط. ريرلي نيدد، صح. اذا السيستميك ريرلي اخرك تدي ايه تاني؟ اطرا ومرهم. ده اسمه ايه الاطرا ومرهم؟ توبيكال. احتمال ممكن سب كونجنكتيفال لو العيان ما يعرفش يحط الاطرا كويس. احتمال امتى؟ بيري اوكلر لو الانفلاميشن اكستندد بوستيريرلي. سيستميك ريرلي نيدد في الحالات بتاع الايريدو ايه سايكلايتس. طيب سهل الكلام؟ لا مش انا بقى اكتب. يعني لو عنده بهست، عنده فوكتو كناجي هرادة، عنده ارثرايتس، اللي عالجه بتاع الاميونولوجي مش انا، عشان هو اللي هيظبط وهيعرف يتابعه ويعرف انا اخري اديله التوبيكال عشان اعيد. ولما اعرف انه عنده اذر سيستميك اوتو ايميون ببعته، بالمناسبه مش انا بتولى عليه، مش بتاعتي. طيب كمان بندي عيله تانية اسمها دكتور سايكو. ممكن اسال سؤال؟ اه طبعا اتفضلي يا مارس. هو السب كونجنكتيفال بيري اوكيولار دي بتتعمل اكتر من مره ولا مره واحده؟ لا لا ممكن اديها مره واشوف الامبروفمنت واكمل على التوبيكال، ليه محتاج تاني اكررها تاني، ومفيش مانع اديها اكتر من مره، بس احنا بنبدا بمره واحده طبعا. اوكي شكرا يا دكتور. عفوا. طيب يلا بينا نشوف بقى السايكلوبلاجيك اللي احنا قلنا يعني سمعنا عنهم كتير. السايكلوبلاجيك دول فاكر لك سايكلوبلاجيك يعني ايه؟ سايكلو اصلا يعني ايه؟ سايكلو سايكلو ده الاس البديل للسيليري باد يا جماعه. مش الموضوع اصلا اسمه ايريدو سايكلايتس؟ كل جزء في العين كان ليه اسم بديل، فسايكل من هنا ورايح يعني سيليري باد. لما تسمع ان العيله دي سايكلوبلاجيك يعني ايه بلاجيك؟ تعمل باراليسس، يبقى واضح ان العيله دي بتعمل باراليسس في السيليري ماسلز. هتقولي طب ليه سميتهم سايكلوبلاجيك؟ غلاسه، احنا بتورمت كده شايفين نفسنا شويه في الحقيقه. عايزين نقول كلام يخص التخصص بتاعنا محدش يفهمه غيرنا. اصل احنا كان ممكن نقول ببساطه لو احنا عايزين نسهل الدنيا نقول ان العيله دي اسمها كده. طبعا سمتاسو ايه؟ ليتك. بس ليه؟ ليه بتوع الفارماكولوجي يعرفوا احنا عايزين ايه؟ وليه الناس كلها بتبقى عارفه؟ فهي نقول كلمه كده ما يعرفهاش غير الدكتور عيون بس. اصل العضلات اللي في السيليري بادي سبلايد بباراسمباثيك انرفيشن بس. خلي بالك مش الايريس في ماسلز؟ في كونستريكتور بتقفل البيبل ودايليتور بتوسع البيبل. الكونستريكتور سبلايد بباراسمباثيك، الدايليتور سبلايد بسمباثيك. فما كانش ينفع اسمي العيله دي ايريدو بلاجيك، لان لو قلت ايريدو بلاجيك انا ما حددتش الماده الفارماكولوجيكال دي هتقفل مين فيهم، هتشل الكونستريكتور ولا الدايليتور. ما هي لو شلت الكونستريكتور تبقى باراسمباثوليتك، ولو شلت الدايليتور تبقى سمباثوليتك. فاذا ما كانش ينفع نقول ايريدو بلاجيك، لكن السيليري ماسلز كلها سبلايد مين بس؟ باراسمباثوليتك. فلما نقول سايكلو بلاجيك وكاني اقريت ان العيله دي باراسمباثوليتك. مين اقوى واحد في العيله دي؟ اتروبين سلفيت 1%، الاطرا اللي بتشل السيليري ماسلز. ومين مع السيليري ماسلز بقى باي ذا واي؟ كونستريكتور، لان الكونستريكتور سبلاي بالباراسمباثيك. اقوى حد في العيله دي هو الاتروبين سلفيت 1% في صوره مرهم او اطرا. اذا اتروبين لو انت عايز تعرف اكزامبل كويس قوي، اتروبين سلفيت 1% اي دروبس او اي ار. طيب هتقول لي بقى انت بتدي الاتروبين ليه؟ ايه رايك لو البيبل دي بدات تلزق في سيرتن بوينتس، مش هتبدا سيرتن بوينتس الاول؟ اوعى تفتكر ان الاديجنز من اول لحظه بتكون جيبس يعني. لا ده يا دوب معجون طري اسمه فايبرين. مع مرور الزمن الفايبرين بيتحول لفايبروزس، بيعظم. عارف انت لما تيجي على حيطه وتدهنها يقول لك ما تحطش ايدك اصل لسه المعجون طري. لو عملت كده الدهان يطلع في ايدك ويبهدل لك لبسك وايدك، مش كده؟ يقول لك استنى لما يعظم يعني ينشف كده تحط ايدك اهو ولا حاجه. فاذا الفايبرين اللي بيلزق الايريس واللمس مش من اول لحظه.
طيب هتقول لي بقى انت بتدي الاتروبين ليه؟ ايه رايك لو البيبل دي بدات تلزق في سيرتن بوينتس، مش هتبدا سيرتن بوينتس الاول؟ اوعى تفتكر ان الاديشنز من اول لحظه بتكون جيبس يعني، لا ده يا دوب معجون طري اسمه فايبرين، مع مرور الزمن الفايبرين بيتحول لفايبروزس بيعظم. عارف انت لما تيجي على حيطه وتدهنها يقول لك ما تحطش ايدك اصل لسه المعجون طري، لو عملت كده الدهان يطلع في ايدك ويبهدل لك لبسك وايدك، مش كده؟ يقول لك استنى لما يعظم يعني ينشف كده تحط ايدك اهو ولا حاجه. فاذا الفايبرين اللي بيلزق الايريس واللمس مش من اول لحظه بيكون جبس يعني، بيكون حاجه طريه لسه. فايه رايك لو البيبل كده هبص اعمل لك دايره بايديا بدات تلزق في اللمس في نقطه في اثنين في خمسه على حسب، ورحت مدي قطره نجحت تروح عامله زي بصوا كده، يبقى الاديشنز اتقطعت ولا لا؟ اذا الهدف الاساسي من اعطاء قطره توسع البيبل لانها هتشيل عضله اسمها ايه؟ كونستريكتور، بقى مين لوحده في الملعب؟ دايليتور، فتروح البيبل ايه؟ دايليتد، وبالتالي كده لو في فايبرنس اديشنز بدات تتكون اي اوريدي كاتت ذيس اديشنز، مش كده؟ اذا ده الهدف الاساسي. طيب اذا نمبر 1 اكشن is to cut posterior sinaiti، انك تقطع الادهيشنز اللي اتكونت يعني ما بين الايرس ومين واللنس. لكن فوق البيع هتسيبنا ايه كمان؟ انت عملت الباراليزيس في كام عضله؟ في السيلياري ماسلز، ومعاهم عضله كمان في الايرس اسمها ايه؟ مش العضلات اللي كانت في الايرس والسيلياري بادي كلها كان فيها سبازم؟ اي عضلات فيها سبازم تعمل بين ولا لا؟ اذا احد اسباب البين اللي كان جاي يشتكي بيه البيشنت ده غير انه عنده irritated nerve endings sensory nerve endings by toxins، ان كان عضلات العين كلها فيها spasm. فلما بتعمل relaxation للسيلياري muscle وrelaxation للconstrictor pupillary muscle يبقى البين relatively اقل ولا لا؟ يبقى انا بدي الاضرار او العيله دي لسببين. السبب الاساسي والاهم ان انا اقطع السينيكيا، ولو نجحت ان انا اقطع السينيكيا يبقى نجحت ان انا امنع جلوكوما ولا لا؟ منعت الجلوكوما، ودي حاجه مهمه قوي. اذا توكات الاوريدي فورم السينيكيا، والحاجه الثانيه ان انا قللت الاوكلر بين لان اي ريليفد السبازم اللي في السيلياري ماسلز، اند كمان ممكن تزود الكونستريكتور بيوبيلي ماسل. فهمتوا ليه دي سايكلوبيزي يا جماعه؟ طيب ايه رايك لو البني ادم جاي لي دلوقتي وكان اوريدي دخل في جلوكوما خلاص، اديله انتي جلوكوما ولا سيب ضغط عينه عالي؟ طبعا اديله انتي جلوكوما لان الضغط طول ما هو عالي عمال يدمر في الاوبتيك نيرف. فاذا وارد جدا لو البني ادم بتاعي جلوكوماتس اوريدي اديله انتي جلوكوما ميديكيشن. ايه رايك لو انا لقيت ان السبب بتاع الايرايتس اللي عنده تي بي تريبونيما باليدا بتاع السيفلس البوريليا بتاع اللاين مش دي بكتيريا الاورجانيزم؟ ايه رايك اديله انتي مايكروبيال ولا لا؟ اديله انتي بيوتكس. اذا بلس اور ماينس انتي مايكروبيال يعني انتي بيوتكس، لو كان السبب ايه؟ لو كان السبب انفكشوس اديله اسايكلوفير ولا لا؟ بس ده انتي فايروس وده يعني انتي يعني حاجه كده ارتفيشال اميونيتي اي مين. فاذا انا هدي انتي مايكروبيال او انتي فايروس لو كان السبب ايه؟ انفكشوس. اذا اخر لاين ده عشان كده كتبت لك بلس اور ماينس، ده مش نادر. لكن لو انا متاكد ان البيشنت بتاعي بيحسد بوكتو كيناجي هرادة ايديو باسك يبقى مش هدي اخر لاين ده. اذا ده مش نادر، ده يتاخد بس لو كان انفكتوس كوز. لكن اللي فوق دول والجلوكوما هديه دايما انتي جلوكوما؟ لا، لو الضغط عالي لازم اقيس الضغط الاول. فاذا في اثنين اساسيين واثنين بلس اور ماينس. لو البني ادم جالي بجلوكوما هديله انتي جلوكوما، ما جاش خلاص مش هديله انتي جلوكوما. بني ادم السبب بتاعه انفكتوس هديله انتي مايكروب، مش انفكتوس مش هديله ده. لكن الاساسي مين؟ اللي هيجيب نتيجه مين؟ كورتيزون ومين؟ سايكلوفلاجيك ايدروبس. سهل الكلام؟ فهمتوا كويس ايه سايكلايز؟ موضوع كلاس ايه بلس ده ما فيهوش هزار. طيب يلا نروح بالمره بقى الموضوع اسمه اوربيتال سيريلايز. ايه اللي صح كمان هتلاقي معلش حد بيتكلم مش سامعه كويس. ممكن الكاميرا يمين شويه يا دكتور؟ طبعا حاضر. كده باينه كويس؟ هو في حاجات تحت مش باينه بس حلوه قوي تحت كده. اي ثينك كله باين. ها
سيو لايتس. احنا خدنا مع بعض ايليدز، فاكرين ايليدز؟ طيب فاكرين احد طبقات الايليدز؟ نعم سامع. لا لا قلت السؤال مش الورقة، بس انا كاتب قلت سيو لايتس كاملة. يعني انت لو صورت البور دي كده وفهمت اللي انا قلته خلاص الموضوع مش محتاج ورق اصلا، هو ده اللي هيجي في الام سي كيو او ترو اوف فولس. يعني مش محتاج تزود كلمة على البورد، زوديه على الورق. وانا لو عندي وقت يعني انا كده كده يعني صورة البورد هيكون موجودة على الجروب، خلي الاسيستنت تعملها لكم برضو بنفس طريقة الورق بتاعك. بص يا جماعة الاولتا سيولايتس، عشان نفهم اولتا سيولايتس بس خلينا اتأكد انكم فاكرين لسه طبقات الايليدز. فاكرين الايليدز كان كام لاير بقى؟ كان كام لاير؟ لا ست، ستة غصب عنه. ايه هم ستة؟ يا عم اربعة عندهم هم. ما انت لما، طب انا هقول لك على حاجة لطيفة قوي عشان تعرف ان هناك انفصال كامل ما بين الثيوريتيكال لايف والكلينيكال لايف. بس دايما اتعلم ان لما يكون في ديبيت ما بين ناس بيشتغلوا في التخصص كلينيكالي وناس بيدرسوه الجزء الثيوريتيكال، خد الكلينيكال اسبكت على طول. تمام. هقول لك على كارثه علميه بتوع الفيسيولوجي كانوا بيقولها لك. لكن الاريستا كلاس احنا قلنا البيبل بيكون حجمها ايه؟ صغير. ليه كان صغير؟ حد فاكر؟ كان بيحصل سبازم ان ايه؟ بوس ماسل. بس مين اقوى؟ حلو. عارفين انا لما بحط قطره السايكلوبلاجيك انا بوسع البيبل صح؟ فلما وسعت البيبل وشفتها وسعت قدام عيني يبقى انا قطعت السينيكيا ولا لا؟ طب قطعت السينيكيا اللي اتكونت دلوقتي خلاص شفتها وسعت كده. لو البيبل فضلت متنحه وثابته على الوضع ده تلزق في الوضع الجديد ولا ما تلزقش؟ ولا تلزق. فاحلى حاجه بعد ما اقطع السينيكيا ان انا اخلي البيبل على مدار اليوم الواحد صح؟ عشان ما تلحقش تلزق تاني. فبتوع الفيسيولوجي كان يقول لك ايه؟ او بتوع الفارماكولوجي كان يقول لك لما يجي لك بني ادم عنده ايرايتس حط له قطره توسيع سايكلوبلاجيك باراسمباسولاتيك، وبعد ما البيبل توسع حط له قطره تقفل مايوتيك، حط قطره توسيع وقطره دي جريمه. والله لو عملت كده روح السجن. مش بس ابطل شغل يعني. ليه بقى؟ تخيل القطره اللي هم عايزين يحطوها عشان يقفلوا البيبل من ضمن الاكثر سايد افكت. حد بس طلع النت اتصل عنده فكان عايز يدخل بس الهوست ممكن يقبله. محمد سعد هو مش باين عندنا على فكره. اوكي يبقى احمد دخل. ثانك يو فيري ماتش. طيب ليه بقى من اشهر السايد افكتس بتاعت المايوتكس انها بتعمل ايرايتس؟ بتعمل ايه؟ ايرايتس اصلا. فلا يوجد دكتور عيون على وجه الارض بيكتب alternating doses ما بين الميدياتكس والمايوتكس. امال احنا بنعمل ايه؟ بعد ما بنوسع البيبل باتروبين اللي هو اقوى واحد في العيله، اوقف الاتروبين بقى. اصل لونج اكتنج الاتروبين ده ممكن يشتغل up to 10 days متصل. فانا احط نقطه نقطتين البيبل وسعت اوقفه قبل ما يعمل الايفكت بتاعه الماكسيمم اللي يقعد 10 ايام. واروح لاجئ لشورت اكتنج سايكلوبلاجيك زي مين؟ زي التروبيكامايد. شورت اكتنج ده بيشتغل 8 ساعات في اليوم بس. فاروح حاطط قطره تروبيكامايد توسع البيبل 8 ساعات تاثيرها يروح. ايه اللي هيحصل في البيبل؟ اول ما القطره اللي عامله الشلل في الكونستريكتور تاثيرها يروح. كده كده اصلا اثناء الاتاك دي في سبازم في بوس ماسلز، فهي اول ما الشلل بتاعها هيروح هتكونتراكت تاني وهي اقوى مين من الدايركت، فتروح قافله البيبل اوتوماتيك. يعني انت مش محتاج كمان، يعني انت بتقول لي حط قطره انا مش محتاجها لانك مش فاهم اصلا يعني ايه ايرايتس. فانت ليه بتسقي؟ انت ليه بتقترح حضرتك؟ ما تيجي تسالني انتوا بتعملوا ايه وانا اقول لك بنعمل ايه؟ احنا بنحط شورت اكتنج نوسع، نوقف تاثيرها يروح يعني؟ تروح البيبل اوتوماتيك لوحديها اصلا، من غير ما احط القطر اللي بتعمل ايرايتس، اللي بتعمل ايرايتس اصلا. فاذا هو في انفصال. فلما اجي اقول لك بقى الايليت كام لير؟ تيجي تقول لي اربعه، اقول لك بتوع ايه الاربعه دول؟ طب انت ليه استبعدت السب كيتينيس لير؟ هي مش موجوده حضرتك؟ موجوده. موجودة طبعا. ليه استبعدت السب ماسكولار سبيس او لاير؟ مش موجود. ده النيرف سبلاي والبلاد سبلاي موجود في اللاير دي. انت ازاي بتستبعدها يا احمد؟ انت فاهم انت بتقولي اصلا؟ ما علينا. ست طبقات. طيب. لا ما هما بقى يفرقوا بصراحة. ما انا مش هعلمك غلط عشان العلامة يعني.
طيب المهم مين دول؟ مين اللاير دي؟ تارسس. ومين ده؟ اوربيتال ايه؟ سبتم. اذا دي اسمها الفايبرس لاير. مش هقول من بقي كلمه اوربيتال سيلولايتس الا لما يحصل ايه؟ اكيوت. بصوا اوربيتال سيلولايتس acute the definition suppurative infection يعني في passa of the orbital soft tissues behind the orbital septum. اذا يعني لازم الانفكشن الاورجانيزم يكون عدى مين؟ عدى السبتم يعني هنا. لان لو الانفكشن قدام السبتم فيبقى انفكشن pure of the eyelid بس سميه lid abscess يعني ما دخلش الاوربت اصلا. اذا بالنسبه لنا احنا الانفكشن يبقى دخل حدود الاوربت لما يكون ورا مين؟ اورتال سبت. اذا في الديفينيشن لازم تقولي الجمله الاتيه: It's an acute suppurative infection of the orbital soft tissue or of the orbital fibro fatty tissue behind مين؟ الاوربتال سبت. طب ايه اللي وصل الاورجانيزم هنا؟ عشان الاورجانيزم يوصل هنا احتمالات: يا اما يبقى جاي من جوه جسمي endogenous يا اما جاي من بره. وهو عشان يجي من بره ويوصل المكان ده يعدي ده يبقى لازم يكون في فتحه ولا لا؟ الفتحه دي قد تكون تروما، حاجه قطعت السبتم يعني، يا اما عد دخل جراح رمد عمل عمليه فتح الكونجنتيفا وكان شغال جوه الاوربت بس الادوات بتاعته ملوثه يبقى دخل بايده اورجانيزم جوه ولا لا؟ اذا في الديفينيشن لازم تقولي الجمله الاتيه: It's an acute suppurative infection of the orbital soft tissue or of the orbital fibro fatty tissue behind me, the orbital septum. طب ايه اللي وصل الاورجانيزم هنا؟ عشان الاورجانيزم يوصل هنا احتمالات: يا اما يبقى جاي من جوه جسمي endogenous، يا اما جاي من بره. وهو عشان يجي من بره ويوصل المكان ده يعدي ده يبقى لازم يكون في فتحه ولا لا؟ الفتحه دي قد تكون تروما، حاجه قطعت السبتم يعني، يا اما عد دخل جراح رمد عمل عمليه فتح الكونجنتيفا وكان شغال جوه الاوربت بس الادوات بتاعته ملوثه يبقى دخل بايده اورجانيزم جوه ولا لا؟ فاذا ده لو جاي من الشارع. طب جاي من جوه، تعالوا نشوف ازاي بقى. The most common، وده سؤال ام سي كيو ترو فورس، تدور عليه لو سمحت، دور على الاجابه دي. The commonest cause of orbital cellulitis على الاطلاق هو spread of infection from sinusitis. Sinusitis مين تحديدا؟ ده اثمويدال sinusitis. ده اشهر سبب على الاطلاق. اصل الاثمويدال sinus اللي موجود في الميديال اوربيتال وول سيبريتد من الاوربت بعظمه رفيعه جدا اسمها لامينا بابريشيا. اذا خدت بالك لامينا ايه؟ ده احنا شبهناها بالبيبر لايك. لامينا ايه؟ بابريشيا. مش عشان العظمه رفيعه فلو عندي انفكشن هنا هينتقل للاوربت، لا لا، ده كمان العظمه دي فينستريتد مخرمه. اصل بيعدي ما بين الاثمويدال ساينس والاوربت نيرفز، فلو انا عندي باس جوه الاثمويدال ساينس فوارد جدا الاورجانيزم ينتقل من خلال الخروم اللي في اللامينا بابريشا يوصل الاوربت. اذا دي كومنست كوز، تدور على الاجابه في وسط الام سي كيو. لا كومنست كوز، دور على الكلمه دي ساينسايتس، تحديدا مين؟ اثمويدال. عايز اقول لك على معلومه كمان: orbital cellulitis is the commonest cause of proptosis في الاطفال. ما اكثر الاطفال اللي بيحصل لهم sinusitis اثمويدال تحديدا، وبالتالي معرضين جدا الانفكشن يوصل الى داخل الاوربت. تمام؟ اذا the most common cause. ممكن كمان بني ادم يكون عنده انفكشن هنا ويبقى عنده abscess كبير قوي اسمه ايه هنا ده؟ داكليو سيستايتس، ويعدي برضو الاورجانيزم ويوصل داخل الاورجن، بس ده مش قانع. ممكن يكون السبب، خدت بالكم، فيشيال فراكشر، حادثه عربيه، حد اتخبط بحاجه، المهم الكسر اللي حصل في وجهه حصل معاه قطع هنا وفتحه فدخل الاورجانيزم الى داخل العين، داخل اسف الاوربت، انا اسف. اذا فيشيال فراكشر يعني نقصد تروما. ممكن يكون سبب الوصول الاورجانيزم اوربيتال سيرجريز يعني عمليات انسايد اوربت، وكان اخر اثنين دول الاورجانيزم جاي من الشارع اكسوجينس، واول اثنين سبريدد جاي من جوه جسمي. بس اشهر سبب مين اللي كتبته بلون مختلف اللي هو مين؟ ساينسايتس.
تخيل انا عندي باس اورجانيزم جوه الاوربت والاوربت مساحه مش صغيره. لو كان البيشنت بتاعي طفل وما اكثر الاطفال اللي بيحصل لهم الموضوع ده منتشر اكثر في الاطفال مناعتهم قليله ايه ده؟ سؤال في الامتحان؟ سؤال في الامتحان؟ ما جابوش سؤال في الامتحان؟ ما كانش هنا الجواز ايه ده؟ كان في الاطفال اكثر من لا في الاطفال بقى تقريبا عرفت اهو الحمد لله عرفت في وقت مناسب. طب هما ليه جابوا لكم ليه في الامتحان؟ انتوا المجموعه الوحيده اللي جابوا كده؟ طب وليه ليه ليه يعني ليه؟ طب اعترضتوا طيب قلتوا حاجه ولا بلح بلح طيب؟ اتفضلي يا نوران. نعم مش سامعك يا نوران خالص صوتك بعيد. ثانيه 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 سامعك يا نوران. سؤال يا جماعه عشان اسمع نوران. اقول يا نوران احنا في امتحاننا السيليولايتس بتاثر على الاوكيولار ميتيتي ولا لا؟ ترو اور فولس؟ حال حال حاضر ده ما مش هم واضح ان هم جابوا سؤال في الاوبتا سولايس والكونجيتا بالكوب وحاجه كمان طلع بره الكوريك بره التحليل. هم دول بس يعني طلع بره الكوريك بره التحليل. هم دول بس يعني ماشي والله فراغ قاتلهم والله عندهم حاجات كتير قوي يجيبوا فيها. ما جابوش الاوبن انجل جلوكوما ما جابوش الاسكوين ما جابوش اللانس. طب هو ما يقول كده من الاول ما يلغي اللي هو عايزه يجيب اللي هو عايزه. هو ليه بيلعبها؟ هو قال بعدها يعني ليه يجي قبل الناس انه لغى ولما جينا اتكلمنا في الاسئله الزياده قال لك اللي عايز يبقى اشهر. لا انا كنت بروح بصراحه في السكشن ما شاء الله والله ده اتيتيود هايل. طيب ما علينا. المهم بصوا معايا بقى البيشنت اللي عنده انفكشن جوه الاوربت عنده فاس جوه الاوربت يعني اوربيتال سيليولايتس. هل اوربت مساحه كبيره والطفل صغير مناعته قليله يكون عندي فاس وانفكشن في مكان زي ده ممكن الحراره تعلى شويه ممكن يبقى فيه اليمنت اوف توكسيميا يعني توكسينز في الدم فتلاقي الجسم محمل تلاقي البني ادم ده مصدع. عارفين بتوع البطنه بيختصروا الاعراض دي لما يكون عندك انفكشن مأثر على الفيتاليتي بتاعتك جسمك محمل الجسم مش شايلاك تسخن تصدع بيقولوا مانيفيستيشن دي اسمها فاهم بيختصروها كده في كلمه F for fever A for anorexia H for headache M for malaise. اذا بيختصروا كده لما يكون عندك انفكشن مأثر عليك عفا على حرارتك جاب لك صداع كان لك جسمك مكسر رجليك مش شايلاك يقول لك مانيفيستيشنز يختصروها في كلمه عشان يفكرك دايما. بس الكلام ده ما يحصلش فيا انا لو انا قادر تجالي اوربت سيريز مش هيحصل لي كده. لكن لو طفل صغير في انفكشن في مكان زي الاوربت لا لا هيخلي حرارته العامه تعلى جسم حرارته جسم تعلى يحصل له صداع يبقى ولد مصدع يبقى ولد محمد نايم كده مش عايز يلعب ولا يتحرك. اذا فيفر انوركسيا هيدك ماليز ده يحصل لو كان البيشنت شايب. لو ادلت ما بيبقاش الكلام يعني ممكن يبقى عندي سيلوليتس وبتحرك عادي جدا وانا داريان ان انا عندي اصلا مشاكل كبيره في الاورب. طيب هل النظر هنا بيتاثر يعني اللي عنده انفكشن جوه الاوربت نظره يتاثر؟ في الحقيقه لا طالما العين نوت انفولفد وطالما الاوبتيك نير نوت انفولفد. طالما العين نوت انفولفد والاوبتيك نير نوت انفولفد يبقى there will be no vision affection unless بقى الانفكشن اللي موجود في الاوربت انتقل للعين يعني عمل لي اندوفثالمايتس او وصل لمين ورا اوبتيك نيرف يعني عمل لي اوبتيك نيورايتس. دي الاحتمالات البسيطه جدا في اللي ممكن تخلي النظر يقل. يبقى اذا الفيجن نوت اكسبكتد انه يبقى افكتد في بني ادم عنده سيلولايتس. فاذا البني ادم اللي عنده اللي عنده اوربت سيلولايتس هيجي يعمل ايه؟ بصوا هيجي لي العياده يقول يا دكتور المكان ده بيوجعني. هو اي اكيوت انفكشن بيبقى فيه بين ولا بين ويشاور لي على الاوربت وبعدين تقيس له الحراره او تساله بتسخن. لو قال لك اه يعني وارد لكن احتمال يقول لك لا مش ما قيسش حراره لان مش داريان اصلا. طب جسمك محمد ومصدع الكلام ده ينطبق على مين اكتر؟ طفل صغير. لكن اقدر تقول هيحصل النظر اخباره ايه؟ هيقول لك نظري كويس لان غالبا العين دي تطلع سليمه والاوبتيك نير سليم. طب ايه الساينز بقى؟ عندي انفكشن جوه الاوربت واحد الاوربتال ستراكشرز الكونجنكتيفا والايليدز ولا يبقى الانفكشن والانفلاميشن اكيد وصل الايليد. عشان كده هتلاقي الايليدز ابر ولور الاثنين سوالن والجلد احمر ولو حطيت ايدك على الجلد تلاقيه هات. ده دليل ان في انفلاميشن وصل لمين؟ الايليد. والكونجنكتيفا كمان هتلاقيها هايبراميك. خدت بالك كونجنكتيفا ايه؟ ايه ده؟
عشان كده احنا حطينا الاولتا ثلاثي شكل اسمه ايه؟ ريد اي، لان طالما الكونجنكتيفا احد الاورب ان شاء الله الكونجنكتيفا جوه الاوربت يبقى اكيد هتلتهب مع الاوربت كله، عشان كده الكونجنكتيفا بتبقى هايبرامك. اذا وده يفسر لي ليه احنا حطينا الموضوع ده مع شابتر اسمه ريد اي. اذا الاي ليد سوالينج يعني في ايديما مع ريد هوت سكين والكونجنكتيفا هايبرامك، وممكن كمان يكون فيها كيموزس. يعني الكونجنكتيفا اللي ايه كيموزس دي؟ كيموزس يعني كونجنكتيفا الايديما، يعني الكونجنكتيفا تورم شويه. لكن الاهم لو مش عايز كيموزس، مش عايز تقول الكلمه الثقيله دي اللي اسمها كونجنكتيفا الايديما، كفايه تقول لي ان الكونجنكتيفا هايبرامك. اذا دي بنسميها سوفت تيشوز. اصل يا جماعه المرايه بتاع الاوربت الجزء الوحيد اللي انت بتشوفه من الاوربت هو مين؟ الايليد والكونجنكتيفا، لان على سطح الاوربت اللي ورا انت مش هتشوف ماسلز ورا، فات ورا، مش هتشوف الكلام ده. فعشان كده بنقول مرايه الاوربت هتبين لي ان في انفلاميشن جوه. ايه المرايه؟ الايليد هتلاقي الجلد وارم، الايليد وارم، الجلد سخن جدا، الجلد لونه احمر جدا. الكونجنكتيفا كمان ايه؟ هايبرامك. واظن انت عندكم صوره في الكتاب واضحه جدا، الايليدز وارمين، الجلد احمر جدا. فاذا سوالين ريد هوت سكين، كونجنكتيفا كمان هتبقى هايبرامك. طيب بصوا فكروا معايا بقى، لما يكون عندي باس هنا يبقى الانترا اورتال بريشر زاد ولا لا؟ يبقى العين دي هتفضل كده ولا تطلع بره؟ هتتزق لقدام. اذا من ضمن المانيفيستيشنز المحترمه جدا جدا الاورتال ستيرويدز بروبتوزيس. بس عارفين عشان نشوف البروبتوزيس ده غالبا لازم نعمل كده بايدينا قوي بقى، قوي على قد ما تقدر. تعمل ايه يعني؟ ليه بقى؟ من كتر الليد قديمه الجفون تبقى قافله على بعض، فانت ما تبقاش عارف العين طالعه ولا لا، فلما تشد كده تاخد بالك بقى من العين ايه؟ طالعه. فاذا دايما في بروبتوزيس، دايما في بروبتوزيس. من ضمن الاستراكشرز اللي جوه الاوربت اللي لازم يحصل فيها انفلاميشن دي مين دي يا جماعه؟ العضلات اللي بتتحرك ليه؟ بيحصل فيها مايوسايتس. يعني ايه مايوسايتس؟ التهاب العضلات. واي عضله انفكتد وانفلام الكونتراكشن بتاعها هيبقى بينفول ولا لا؟ فالبيشنت ده تقول له لو سمحت حرك عينك مع الاوبجكت ده. تجيب له الاوبجكت ده اللي بيعمل كده. تجيب له تقول له لا ثبت راسك حرك عينك. يقول لك يا دكتور مش قادر. ايه ده؟ هو مش قادر يحرك عينه ليه؟ لانه جرب يحركها في الاول خالص مره لقى انه ما حركت العين البين اللي كان جاي، مش هو جاي يشتكي من بين اصلا؟ لقى البين زاد اضعاف اضعاف فتعقد. حاجه اسمها ريفلكس بينفول ليميتيشن اوف اوكلر موتيليتي. اذا تاني كده ريفلكس ايه؟ بينفول ليميتيشن. يعني البني ادم ده غصب عنه هيرفض يحرك عينه من كتر البين الرهيب اللي بيحسه لما بيكونتراكت العضله. ليه؟ عشان العضلات دلوقتي ملتهبه فيها مايوسايتس. اذا عنده بينفول ليميتيشن في الاوكلر موتيليتي. اذا الثلاثه ساينز الكبار قوي اللي هتلاقيهم في افري كيس اوف اوربيتال سيولايتس لازم الجفون ورمه upper و lower، مش جفن واحد فوق وتحت، ها؟ upper و lower ليد إديمة مع ريد هوت سكين مع كونجنكتيفا الهايبريميا. العين طالعه لبره دي اسمها ايه؟ بروبتوزيس. العين هيرفض يحرك عينه تماما، ده اسمه ريفلكس بينفول ايه؟ ليميتيشن. عارف انا لما بيجي لي بني ادم زي ده في العياده عنده سيولايتس بحوله على المستشفى على طول، ولو في المستشفى بحجزه اضمن. يعني احنا مدرستنا في الاصل ايه؟ بنحجز الاولتا سيولايتس. ليه؟ بنخاف قوي قوي من فكره السبريد. اصل الاوربت ده لو في انفكشن، الانفكشن ممكن يوصل للعين، يحصل اندو ثالمايز، العيان يتعمي طز. ايه يا عم ده طز؟ يتعمي طز؟ اه طز. يوصل للاوبتيك نيرف، يحصل اوبتيك نيورايتس ونظر يروح خالص. طزين. اصل اللي جاي انيل بقى لما اقول لك نظر ولا حياته. لا لا يعني مش مشكله نخسر عين، بس المهم يفضل عايش. اصل اللي جاي بقى سبريد لمين؟ الاوفثالميك فين ده بيفضي في الكافيرنس ساينس، والكافيرنس ساينس ده لو وصل للاورجانيزم يحصل حاجه اسمها الكافيرنس ساينس ثرومبوزس، ممكن يقلب البرين ابسس ويموت، لان ده انفكشن جوه الكرينيال كافيتي. عشان كده بحجزه، انا خايف يقلب في لحظه لحاجه فيتال. فاذا اوربيتال سيليولايتس
اسوأ سيناريو هو السبريد، واسوأ سبريد، وده سؤال ام سي كيو ترو فولس، اسوأ سبريد انترا كرينيال سبريد. اذا الرعب كله انه يحصل سبريد وتحديدا للكرينيال كافيتي من خلال الاوفثالميك فين تو ذا كافيرنس ساينس. عشان كده انترا كرينيال، سوري انت كويس اللي خدت بالك، انترا كرينيال كنت كاتبها كورنيال، انترا كرينيال اسف. طيب من ضمن المضاعفات كمان اللي ممكن تحصل، ايه رايك مكان فيه باس والباس عمال يزيد، ممكن يحصل بوينتنج ولا يعني الباس يأكيوميت يتجمع يتكتب، والباس ده سائل، اي سائل عشان يتجمع بيتجمع فين؟ يتجمع في حته ديبندنت. يعني ايه ديبندنت؟ يعني اوطى حته، ما الباس سائل اكوردنج تو جرافيتي، فين اوطى حته في الاوربت؟ اكيد الفلور، واكيد الباس مش هيتجمع عند الروف انتي جرافيتي. طب الروف بتاع الاوربت عامل ازاي؟ الروف بتاع الاوربت بتاعنا كده، ايه ده يعني؟ ورا اعلى من قدام، اوطى حته في الروف فين؟ عند الانفيريور اوربيتال مارجن. عشان كده لو انا جالي بني ادم عنده سيلولايتس وعايز اتاكد من كميه الباس زادت قوي، اروح ادور على الباس اذا كان عامل بوينتنج فين؟ شد اللور ايلير كده وشوف اذا كان في بوينتنج عند اللور فورنكس ولا لا. ده في بعض الناس والله شفنا البوينتنج عندهم باين من خلال الجلد، يعني الباس باين من خلال السكين هنا من كتر ما الباس ايه زاد قوي. اذا المهم لو هيحصل بوينتنج او لوكاليزيشن دور عليه فين دايما؟ عند الانفيريور اوربيتال مارجن. شفت ازاي؟ عند ايه تاني؟ انفيريور اوربيتال مارجن. هيبقى بوينتنج ثرو مين؟ بوينتنج ثرو اللور فورنكس. طيب طبعا كتاب الاسم هكتب لك حته كده ملهاش قيمه في الحقيقه، يعني وكان سكيب ات يعني ما تذكرهاش. ديفرنشال دايجنوزيس هو كل حاله فيها جفون ورمه وعين طالعه لبره يبقى اولترا سيلولايتس. هو الاولترا سيلولايتس نقصد ان الاورجانيزم هنا ايه؟ لا شفت انا مره واحده دي حاجه فيها ريه، حاله واحده انت تريفيرد من احد اساتذتنا لما كنت نايم، كان محول حاله شافها في العياده وكان كاتب كده مشاكل الروشته بتاعته اوربيتال ميكور مايكوزيس. ايه ده؟ يعني ايه ميكور مايكوزيس؟ ده عنده اوربيتال سيلولايتس بس الكوستيم اورجانيزم فنجل. حاجه انا ما شفتهاش غير في الحاله دي بس في حياتي، حاجه فيري رير عشان فطر فنجل اورجانيزم يدخل جوه الاوربت، دي حاجه فيري رير. هتقول لي ايه ده اللي دخل فطر جوه ما هو ما فيش احتمالات غير انه يكون مش اولا لا يوجد اصلا حاجه اسمها فانجل ساينوسايتس يعني مش سبريد، ولا يوجد حاجه اسمها فانجل داكروسيستايتس مش وارد. فاذا ده اورجانيزم جاي منين؟ من الشارع. لا يوجد حاجه اسمها ان واحد اتخبط دخل له فطر جوه. عارفين ايه السبب بتاع البني ادم ده اللي جاب له فانجل اورجانيزم جوه؟ عمليه سكويمت. كان دكتور بيعمل له عمليه على العضلات بس واضح ان الدكتور ده كان شغال تحت بير السلم، الادوات بتاعته عليها فانجاي، ده ما بيعقمش اصلا، فدخل له فانجل اورجانيزم جوه القول. المشكله بقى ان البنتريشن اوف انتي فانجل دراجز زفت، يعني الانتي فانجل دراجز اللي انا هديها له مش هتوصل اصلا، والموضوع ده غالبا بيبقى فيتل يعني كارثه سوده. فاذا فانجل انفكشن قد يكون الكوز. اذا مش كل الاولترا سيولايتس بالتالي ممكن يستجيبوا للانتي بايوتيك تريتمنت. فلو لقيت البني ادم بتاعك عمال تديله انتي بايوتكس ما تحسنش، انتي بايوتكس عمال تغير من نوع لنوع لنوع مفيش كده، ايه ده؟ توقع ان ممكن يكون ايه؟ فانجل. اذا ونفس البيكتشر نفس البيكتشر، اذا ممكن يكون ديفرنشال دايجنوزيس للبكتيريا الاورتاسيولايس الفانجل اللي هو اسمه ميكور مايكوزيس. اذا اوربيتال ميكور مايكوزيس ده داخل في الديفرنشال دايجنوز. مش كل حاله بروكتوزيس وجفون ورمه قد تكون يعني انفكشن، ممكن يكون ماليجنسي تيومر. فاذا ماليجنسي ممكن تكون السبب. كمان عندي حاجه اسمها اي او اي دي، فاكرينها دي قلتها لكم مع الكوزس. اي او حد فاكر الاي او اي دي؟ ممكن حضرتك تجيب الكاميرا شويه يمين. اذا اخر ديفرنشال دايجنوزس اي او اي دي، ايديوباثيك اوربيتال انفلاماتوري ديزيز. قلنا بعض الحالات بتعمل يونيلاترال بروكتوزس، تلاقي تصور العيان ده ام ار اي تلاقي فيه ماس، كنا بنفتكر الماس دي تيومر، ناخد منها عينه نلاقيها انفلاماتوري جرانيولوما من غير سبب واضح من غير اورجانيزم واضح.
فاذا مش كل الحالات اللي بتيجي عندها بروكتوزس وفون ورمه وجلد احمر ده معناه ان هو لازم يكون بكتيريال اوتاسيولايتس، ممكن يكون فانجل. بعض حالات الماليجنسيز ممكن ال او اي دي. الحته دي مضايقاك مش مهم، مش مهم خالص. المهم عندي تبقى فاهم السيمبتومز والساينز والكومبليكيشنز. اهم سبب يعمل لي اوربيتال سيلولايتس. العيان ده عالجه ازاي؟ اتفقنا الافضل احجزه طبعا، ها، عشان ممكن في لحظه ايه اللي بيكفرنا الساينس ايه ترومبوزس وممكن حياته تروح. وديله انتي بايوتكس، وعاده الانتي بايوتكس بديها ميكتشر. عارفين ان احنا اكتشفنا ان معظم حالات السيلولايتس يا جماعه بولي مايكروبيال، يعني مش اورجانيزم واحد. فاحنا اكشوال بنعمله الريجمن كده، بدي انتي بايوتك ضد الجرام بوزيتيف زي الفانكوفايسين سيستميك، ودي انتي بايوتك موجه مني ضد الجرام نيجاتيف زي التوبرامايسين او الجرامايسين، ودي انتي بايوتك ضد الانيرابيك اورجانيزمز عشان اغطيت كل الاحتمالات. فده اللي بنعمله اكشوال ضد سيستميك، ممكن انترافينس كمان مع عيان محجوز في المستشفى. ولو حصل بوينتنج اللي احنا اتفقنا هنا بيكون فين البوينتنج؟ عند الانفير اوتر مارجن. ياريت تعمل انسيجن ودرين از ماتش باس از يو كان عشان الامور تتحسن. اعمل انسيجن اند درينج في حالات لو حصل كومبليكيشن اسمه ايه؟ اسمه بوينتنج. سهل الكلام؟ فهمتوا كويس؟ معلش انا هقف هنا لان انا عندي معاد.